للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة الدكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي. أهلا بك دكتور مصطفى. دكتور مصطفى، إذن كيف تقرأ تقرير صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري؟ مساء الخير لحضرتك ولكل المشاهدين. هو طبعا تقرير صندوق النقد الدولي بيعطي يعني زي ما بيسمى مقدرات أو معدلات للنمو للاقتصاد المصري، تقديرات وتوقعاته بنيت على ما تم يعني توصيفه في الاقتصاد خلال العام المالي اللي هو 23-24، وبيبني عليه كمان التوقعات للعام المالي الجديد 24-25. وتوصيف التقرير طبعا زي ما يعني تفضلتم في تقريركم قال ان العديد من التوقعات الاقتصادية بزيادة معدلات النمو، أشاد بالعديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى، أشاد بأن السياسة المالية والسياسة النقدية في توقعاته أن هي تتحسن لتحجيم التضخم خلال العام المالي القادم، وأيضا استشهد بالعديد من الحلول القضايا التي قامت بها مصر خلال الفترة الماضية، مثال مثلا مشكلة البطالة، زيادة الاستثمارات اللي هو بيشهد ليها في قطاعات زي قطاع الطاقة والغاز الطبيعي، وأيضا كمان الاستثمارات في البنية التحتية ومشروع زي العاصمة الإدارية. أعتقد المشروعات دي هي اللي ساهمت مساهمة كبيرة جدا في جذب استثمارات أجنبية. ولكن أنا النقطة اللي بتهمني في هذا التقرير هو ما استشهد به التقرير أن مصر عليها ضغوط عدة، سواء من ما بيسمى بالحروب في المحيط الإقليمي للدولة المصرية، خلاف ذلك أن العدد من اللي هم المهاجرين اللي دخلوا مصر بيقدروا برقم قرب 10 مليون. نعم. فده التصور أو ما بيستشهد بالتقرير أو بيورد بالتقرير. هذا ما يهمك. طيب دكتور مصطفى، الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية، إلى أي مدى ترى أنها عززت من قدرة الاقتصاد المصري على النمو؟ هو بكل تأكيد الاستثمارات اللي قامت بها مصر هي دي اللي ساهمت في معدلات النمو وحافظت على معدلات النمو أن تكون بشق إيجابي مقارنة بالعديد من الدول، سواء في المحيط الخاص بينا أو الوطن العربي أو الدول الشبيهة بينا زي ما بيسمى الأسواق النامية. وإن كان هذا الأمر بالنسبة لنا كان في غاية الأهمية استشهد به الرئيس أكثر من مرة، نظرا لأن احنا برنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بينا ما مرينا به من 2011 وتداعياتها أثرت على الأوضاع الاقتصادية، كان يستجب علينا أو أن تقوم الدولة المصرية بزيادة الاستثمارات الضخمة الكبيرة التي ترعى بها مصالح الدولة المصرية. وطبعا خلينا نقول ونذكر مشاهدينا الكرام ان من كان اهم مشروع بدا به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قناه السويس الجديده، وطبعا ده كان انجاز كبير لجذب العمله الاجنبيه، لزياده الاستثمارات في محيط قناه السويس، لتوسعه المشروعات الكبرى في قناه السويس، واعتقد ده كان اهم يعني مراحل من مراحل الاقتصاد الأولية لدخولها في المشروعات الضخمة. نعم. تستشهد بها التقارير. نعم دكتور، أشكرك شكرا جزيلا. كنت معي من القاهرة الدكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي، شكرا لك.